في ناس كتير قوي بتتكلم عن تأخر الحمل وأسبابه، ما نقدرش نقول فعلا حقيقة ان في سبب معين او اسباب معينة لتأخر الحمل. نقدر نقول ورم ليفي في الرحم، نقدر نقول كيس على المبيض، نقدر نقول لخبطة في الهرمونات، لكن حتى لو عالجنا الاسباب دي في ناس ما عندهاش حاجة خالص وبيتأخر الحمل. فبنرجع نقول ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى وحينما بيريد. انا اعرف ناس كتير قوي اتأخر حملها وعالجناها وعملنا كل اللي عملناه لمدة 3-4 سنين وما فيش فايدة، وبعد ما بطلنا علاج بسنتين جالهم توأم. فمحدش يقدر يقول ان ده السبب اللي احنا عالجناه كان سبب او ما كانش سبب، فهي إرادة ربنا اولا واخيرا.